عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي قناة سويتاجا. ان شاء الله هذا الفيديو سيكون في احسن الاحوال وتمام الصحة. من وصفتنا اليوم حاجة حلوة، عندكم شاروت وسيترون، وصفة رائعة، تبعوني للاخير وما تندموش. اول حاجة نديروها هي البيسكوي، بيسكوي الاصابع او ليتي فينجر باللغة الانجليزية. بيسكوي نديروه مع بعض. المقادير كالتالي، عندي 3 بيضات، نفس البيض على الصفار، عندي 100 غرام سكر، عندي 75 غرام فارينة، وعندي نص مغرف صغيرة فاني. أول حاجة نديروها نفس البيض عن الصفار، نفس البيض عن الصفار، نجيبو السكر نضربوه طلعوه. القوام تاعو نحي عكوتي طبكم، نضربو صفار البيض نصف كمية تاع السكر الثالث، نحطها نمس الفوي ما كان هنا غسلو، نضرب الصفار بلونشينا جوندور، نزيدو لاباني، نخلو على الميرانك. بيكسوي هذا لاباس تاعو الميرانك، مش كيما جينواز. دخلو صباط بايت في الميرانك بالعقل، كنزيدو الفارينة نحطوها نغلفوها، ندخلو بيه الفارينة بشوية، ميبطناش الخليط، ندخلو مليح الفارينة من تحت لفوق. نجيبو بوش عدود، نحطو لاباغي تاعنا في البوش عدود، نحطو لاباغي تاعي في البوش عدود، حطيت لاباغي في البوش عدود، البابي كويسون، نحط عليه دي بوندلات، هاهم، كيف بالخال مراصات، ست سنتيمتر في العرض تاعهم. قلب بابي كويسون هكا، ندير دي بونتلات، ندير هكذا، صوم دائرة فوق ورق كويسون 15 سنتيمتر قطروها. ودركا شكل دائرة، دركا نجيبو سكو بلاصتي ونرشو عليها سكو بلاصتي، نرشوها بسكو بلاصتي تانيك، نسخنو الفوق على 180 درجة، تبنا من 12 دقيقة حتى 15 دقيقة. جبنا البسكوي تاعنا راهو طاب، خليوه يبرد، ودوك نروحو نوجدو لاموس أو سيترون،
وجدوا كريم او سيترون باش نديروا لاموس او سيترون. عندي جوج حبات قارص يكونوا كبار، جوج حبات بيض، 85 غرام سكر، 7 غرامات جيلاتين. نروحوا نعصروا القارص ونصفيوه ونكملوا الوصفه. جوج حبات تاعي تاع القارص صفيتهم، حصرتهم، صفيتهم، حطهم في كاسرول. زدت عليهم السكر، كتوز عظمات، نخلطو مليح البيض والسكر يدوب، نحطو فوق النار على نار قليلة حتى يخترنا الخليط، وجيلاتين حطيت شوية ما خليتو يتشمخ، نحطو فوق النار نطيبوه. حطيت طيبتها فوق النار، اختارت ليه هكدا، زدت لها جيلاتين، بدا بيا سخونة. دركا جبت كريم ليكيد باردة من فريجيدار 180 غرام، ونطلعها هكا. يكون القوام تاعها ما تكونش طالعه بزاف، تكون هكذا. كنزيدو كريم سيترون تاعنا راهي في حالة غرفة، ونخلطو. نخلطو مليح، ندخلو هاد لاموس تاعنا، كنجبدو المول تاعنا، كنجيبو لاباس تاعنا بيسكوي، نقطع الطرف اليمين، نجيبو الساك تاعنا، ونجيبو البلا، نحطوها فوق طحن التقديم ديغاكت، نجيبو البيكسي تاعنا. هكذا فون هكذا دركا نسقي البسكويت تاعي. جبت نص حبة عصير، نص حبة قارص، مع 25 غرام سكر، درتهم كيما سيغو، ننبيبي بيه القاعدة والجوانب. ودركا نفرغ لاموس تاعي، نسويها شويه، نغطيها بابي فيلم وندخلها في الفريجيدار حتى تجمد لنا. دركا نوجد ميرا الايطاليان باش نزيدو بيه الشغلوط تاعنا. عندي 45 غرام بياض البيض، عندي 30 غرام ماء، عندي 75 غرام سكر. اول حاجه نطلعو البيض رغوي ونروحو نطيبو السيغو تاعنا. عندنا خلي اكوتي و نديرو السيرو تاعنا. دوك نديرو السيرو تاعنا طون جديد، حطوا الماء، حطوا السكر، حطوا فوق النار حتى ولا سيرو، وقيسوا بالترمومات. وصلنا 118، كي نزلنا الغليه نحطوا الترمومات ونعسوا حتى توصل لنا 118. واللي ما عندهاش ترمومات جيب ماء غلاسي وتحط مغرفه صغيره شويه في الماء، لو لقيتي امبول طريه صافي وجد. ودركا نكملو نضربو ونحطو فرغو السيغو بالعقل كيما خايط، حنا نضربو حتى يطلع لنا، نقعدو نضربو حتى يبرلنا الخليط. راح
هزوتي الميرا الإيطالية تاعي هكا يكون قوام تاعو شد روحو. دركا نحطو في بوشادو ونرجعو. خد الشارلوت تاع الفريجيدير ميرانك حطيتو في بوشادو دوك نزينهم. نزين الشارلوت تاعي بالميرانك دركا نجيب الشاليمو نحرق الميرانغ هكذا. بوغ ديكوري شارلوت تاعي حكم دي ترونش تاع القارص الشاليمو سكر حرقتهم بالشاليمو ونزين بهم الشارلوت تاعي. هاي ورد الشارلوت والسيترون جات هايله جات خفيفه بنينه محلوهش بزاف. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. مليحه في رمضان. واش حنقولكم؟ لا عجبكم الفيديو ديرو لنا لايك وبارطاج. غيبقاو على خير. سلام.